خمسين برضه ايه؟ توازيح. بس ما بقاش ليها مزيكا. يعني مدى الماتيريال لو انا المره اللي فاتت حطيت احتاج الرقم احسن الدنيا. لو انا محتاج تحسين اكتر احط بدل الرمل احط ايه؟ زلط. فيبقى حولنا بدل ما هو سنتي تريد او سنتي كولوم حولنا الى ايه؟ ستوب كولوم. وانا لو التحسين ده هيبقى قليل هجيب تحسين اكتر هستبدل الستونز بفرصات. تمام؟ فدي الطريقه الثالثه من الكولومز اسمها ايه؟ فيبرو كونكريت تايب. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده هي طريقه طولة طينيه ضعيفه. الراجل عمل ايه؟ مجموعه من التوازيق. تمام؟ طبعا حسن الاستيفنس بتاعت الايه؟ بتاعت الطرق. تمام؟ طيب بص عندك هتتنفذ ازاي؟ وقت ما بينزل بمكنه التوازيق بيعمل الحفره بتاعتنا. احنا هنا عندنا طلبه ضعيفه. طبعا نزلنا ان انا احمل على طلبه قويه. تمام؟ استفدت انا عندي فرصان. يعني بدل بس ما انا بحسن الاستيفنس بتاع التربه الضعيفه، لا انا كمان انا احمال المبنى الى تربه ايه؟ تربه قويه. تمام؟ فهو بيحفر لغايه ما يوصل لتربه قويه، اخترق التربه الضعيفه بجانب سمكتها، وصل لغايه تربه قويه، ابتدى يصب فيها الخرسانه وابتدى يطلع ليه؟ لفوق. طب خلي بال حضرتك، هو مش مجرد ما يوصل بيصب على طول، لا هو بيصب كمية. يعني مثلا بينزل مثلا متر مينيم، بعد ما بينزل متر بدل بعد ما ينزل متر اهو خرسانة يروح مطلع ونزل شاكوش، يروح ضاغط خرسانة دي ليه؟ كأنه بيعمل لها بيس. فشكل الخازوق من ده يبقى فاكر الشكل ده، هذا الخازوق أو يبقى حاجه اسمها اللارج بيس. انا بكبر القاعده بتاعت الايه؟ الخازوق. ليه؟ علشان احمل برضه على مساحه ايه؟ اكبر. يعني بدل ما اعمل خازوق عالي تمام واحمل على مساحه قليله، لا انا الاول بروح منزل اول متر من العمق الخرسانه، وبعد كده بنزل شاكوش بحيث ان انا عامل ايه؟ بفرشها شويه. بفرشها ايه؟ شويه. تمام؟ الحته دي اسمها اللارجد بيتس. لارجد ايه؟ بيتس. طيب بعد ما عمل اللارج بيتس في التربه القويه خلاص بيبتدي يصب ايه؟ بيبدا بقيه الايه؟ في اثنين تكنيك في الشغل، يا اما بيطلع على طول ويصب يبقى الخازوق عدل. يعني عمل اللارج بيس بس تحت الطبقه اللي هي القويه، او يبتدي يعمل زجمه زجمه يصب شويه وينزل بالشاكوش يضرب فيروح في عرض وكده. بعد كده ينزل زجمه ثانيه يروح نازل بالشاكوش يضربهم. تمام؟ بحيث ان هو يعرض الايه؟ يعرض الخازوق. طب ليه من الاول ما عملناش الحفره اكبر وصوب الخازوق مره واحده بدل ما انا انزل شويه وابقى اوطي؟ علشان مع عمليه الضغط على التربه الطرق واخليها تفرش الشمال بخلي فريكشن كبير يحصل ما بين الخرسانه والتربه الضعيفه المحيطه. قلت ايه؟ هو لو كان نزل الخازوق بتاعه على قد الحفره بالظبط في فريكشن ما بين التربة المحيطة وجسم الخازوق. طيب التربة دي ضعيفة فالفريشن ده هيكون ضعيف. يعني الخازوق مش هيربط مع التربة المحيطة كويس. طيب لو انا نزلت المتر ده ونزلت عليه ده ايه اللي هيحصل له؟ هيحاول انه يفرش شوية صح؟ يعني بدل ما هو كده هيبقى يحاول يزيد في الايه؟ في العرض. فهو هيجيب الارتفاع ده هيعمل حاجه بالشكل ده. طب انا استفدت ايه؟ الفريكشن هنا التربه دي انضغطت علشان انضغطت افقيا صح؟ لما انا بضغط عليها من فوق مش بتفرش افقي. تمام. ففي هنا
سي والفاي جنب الاسم الخزين. لكن لو انا صليت مباشره هتفضل السي والفاي زي ما ايه؟ زي ما هو مش هيتحسن. لكن لما اضرب الخرسانه علشان تنبعد لبره، التماسك والفريكشن ما بين جسم الخازوق والتربه اللي جنبه يتحسن. واضح يا شباب؟ بيقول لك دلوقتي هو لما هينفذ الخوازيق دي في المنطقه ايه الليمتس بتاعتها؟ اول حاجه قال لك الدبس بتاعها لا يقارب 15 متر. يبقى لو هتعمل خوازيق خرسانه المينيمم دبس كام؟ 15. طيب السبيسنج سنتر تو سنتر ما بين اي اثنين متجاورين لا يقل عن 2 متر ونص. طبعا الدايمتر الشائع للكونكريت انكر او الكونكريت بايت حوالي من 40 ل 60 سم. ده الشائع. الشباب السبيسنج ما بين الخازوق والتاني يكون مينيموم 2.5 متر. طيب الملك الدايمتر 2.4 ولغايه 2.6. الاكسيال لود اللي ممكن يشيله ده على السنه اللي جايه. انت السنه اللي جايه في رابعه هتحط تصميم الخوازيق. الخوازيق اللي هتتعلم تصميمها عباره عن خرسانه بلس حديد. تمام؟ لا هنا هنعمل خرسانه بس. اخدنا حضرتك تسهل عن قطعه 1% من جسم الايه؟ الخصار خرسانه. هنا بناخد هنا مفيش حديد. في الخوازيق العاديه اللي هتحطها السنه الجايه هيقول لك 0.6. المية لا هنا احنا بنعتمد ايه؟ على خرسانه بس. الدنيا تبقى جنب القوه الضعيفه تحسن لي ايه؟ الاستيفنس بتاع التربه تحت. طيب تعالى اوري لك ازاي المكنه اشتغل. بس خلي بالك الفيديو ده هيوريك ازاي المكنة بتعمل نفس المزوغة لعبة تملاه صلب لعبة تملاه خرسانة بنفس الاسلوب. عندك هنا المكنة بتبتدي تنزل. خلي بالك بقى مكنة الخوازيق العادية بنزل بحفر بريمة بس. لو انا محتاج انزل في تربة ضعيفة انا وبحفر التربة يحصل لها ايه؟ متهيل. تمام؟ علشان كده في الانسان بتعامل مع تربة ضعيفة. فعلشان كده بستخدم ضغط. شايفين التو نزل دول لو ادي الدايرة بتاعت مكنة راس الحفر يبقى في عندي اثنين نزل عكس بعض مش على عكس واحد. ليه مش على عكس واحد؟ عشان دي لما تضغط ميه كده ودي تضغط ميه كده اللي يحصل في الراس؟ ما الاثنين عكس بعض هيبتدي يحصل روتيشن في مكنه الخفض. والميه دي بتنزل تحت ضغط كبير جدا ممكن يوصل لغايه 10 بار. الضغط الميه ده لما هيتصف في تربه مريضه هيعمل لها ايه؟ هيمسكها شويه وهيمنعك ان ايه؟ ان يحصل هيلان في نقاط. ده خارج المايه. هو نزل هنا بيحفر لغايه لما يوصل للتربه القويه اللي هي السودا اللي تحت دي. تمام؟ يبقى الميه فادتني ان بتحسن لي بتعمل لي عمليه دمج شويه للتربه المحيطه الجسم الخازوق بتحسن لي السي والفاي بتاع التربه المحيطه الجسم الخازوق فبالتالي التربه ايه؟ مش نار. بسرعه. لا
بغذي من تحت وانا طالع، يعني بنزل بحط فرسانه في القاع وبعد كده ايه؟ بطلع بيها. يعني بنزل الفرسانه دي لاخر تحت. او حاجه اسمها توب فيد. هنشوف الاول الكيس بتاعت التوب فيد. دلوقتي وقعت جوه التوس الزلط، اول فرسانه. هيروح ينزلها الماتيريال بتاعها. اذا كانت خرسانه ده او ظهر. بعد كده هيبتدي يفتح عشان ينزل في قلب الايه؟ في قلب الحفره. ايه اللي حصل هنا؟ هو هنا نتيجه الميه اللي هي مش على محور واحد وتقدر بطريقه كبيره جدا. لو انت عندك دي ماسوره الحفر تمام، انت وبتنزل ضغط الميه ده بيوسع لك في الحفره. بيوسع لك فين؟ في الحفره. فهو هيبتدي ينزل الماتيريال بتاعك، هتبتدي تنزل ايه؟ من هنا على جانب اللي هي راس الحفره. فنزلت الماتيريال كلها. طيب طبعا انت المفروض المكنه بتاعتك بتقول لك ان ضغط الميه كذا بيعمل لك الفراغ مثلا ده 5 سم او 10 سم. يعني انت هتعرف الضغط الميه بتاعك هيعمل لك توسيع في الفتحه قد ايه؟ فبالتالي ما تروحش تجيب صدى كبير. يبقى انت المفروض تجيب مثلا صدى سنه 3 4 بوصه 1 بوصه بالايه؟ بالكتير. عشان لما تنزله ينزل في ايه؟ بسلاسه. ما تروحش تجيب لي قطع قبش وتروح منزلها تحط بريشر ومفيش حاجه تنزل ايه؟ بتاعها. ولو حاجه ولو راس الحفر اتحشرت تحت ضاعت عليك. فانت الماتيريال اللي انت بتنزلها لازم يكون حبيبات الزلط تكون ايه؟ تناسب بالكثير 1 بوصة. يبقى الماكسيموم سايز في الخرسان او في الزلط، يعني في الزلط في الخرسان او لو انت الماتيريال بتاعتك زلط بس ماكسيموم 1 ايه؟ 1 بوصة عشان ما تزنقش على مكنه اللي هي على راس الحفر. طيب هو نزل الكميه دي تمام؟ بعد كده بيروح منزل شاكوش. الشاكوش يبقى بتغلف فين؟ على الزلط. فبدل ما بياخد سي مثلا 40 سم لما ينزل الشاكوش بالضغط عليه ممكن يوصل مثلا 50 ايه؟ سم. يبقى الشاكوش بروح بضغط على الخرسانة او على الزلط عشان يوسع لي الايه؟ الفتحة. علشان او حتى لو ما وسعش الفتحة هتستفيد ايه؟ هيزود كثافة الخرسانة أو كثافة التربة، فبالتالي هيزيد الفريكشن ما بين الجسم الخازوق بتاعه وما بين التربة الإيه؟ المحيط. تمام؟ خلاص هو هيعملها ستيب باي ستيب. لازم تطلع، خلي بالك هو بيطلع بعد كده يروح نازل يدور. تمام المسافة اللي جاية طلع وينزل يدور. طبعا كمان عمليه انت تقدر لو انت الماتيريال عندك زلط مش خلصان. لو الماتيريال عندك زلط ممكن برضه ترجع تشغل ضغط الميه معاه. ليه؟ هيساعدك في عمليه دفع الزلط. لكن لو الماتيريال بتاعك خلصانه ما تشغلش الميه انت وتشوف الخلصانه. ليه؟ هتعلي الوتر سيمتريشن بتاعت الخلصانه. هتضعفها. وهتخليها ممكن تسيب في قلب الايه؟ في قلب التربه. يبقى انت مش هتبقى عندك عدد خرسانه. تمام؟ لو زودت ميه وتحت ضغط هتفرم الخرسانه وتخليها ميه. تمام يا شباب؟ هو هنا اثناء هو دلوقتي شغال على الزلط فمشغل ضغط الميه معاه عشان يستغل هو عمليه دم الزلط. احنا هنا التجزئه بتاعتنا نزلنا لتحت الماتيريال بتاعتنا وصلتها لغايه نهايه الحفره وبعدين عملنا عمليه تانيه صح؟ يبقى ده اسمه فيد ايه؟ بوتوم تو او. تعالوا نشوف الاثنين العكس نفس المبنى برضه. هذه برضه
اشتغل هو على الصلاه، شايفين ضغط ميه شديد جدا اللي هو 17 بار، يسهلوا عمليه الخفض. والاساس ده مطلوبه ضعيفه في عمليه الفرد صعبه. بص بقى الفيل شايفه بينزل ايه؟ شايف الزلط بيحطه فين؟ بيضغط فوق. قبل كده كان في عادي هتدوس فوق بملان وبنزل لغايه نهايه الايه؟ الحفر. لا هنا بينزل من فوق. وصل لنهايه الحفره بتاعته بعد الحفره القويه. بعد كده بيروح حاطط من فوق. خلي بالك مع حركة ماسورة الخفض بتعمل اهتزازات عالية جدا، والاهتزازات دي هي اللي بتسحب الزلط وتنزله فين؟ لتحت. وزي ما اتفقنا ما جبتش زلط حجمه ايه؟ كبير. كبير. ماكسيموم 1 كيلو. بص بينزل اه تنزل كمية يروح رافع الشاكوش وينزل ايه؟ يدوب ده. خلي بالك قبل ما الشاكوش يطلع بص شايف هو رفع الحته دي اللي هي جسم النازل العادي، بعد كده هينزل الشاكوش يدق. شايف هتوسع ازاي؟ بيعتمد على ان التربه محيطه تربه ضعيفه، فلما يضغط فيها التربه هتتعمل ايه؟ فكيه. فده اللي اسمها التوب ايه؟ التوب فيه. طب في سؤال مهم جدا، الصوره دي مش نوع التربه كلها تربه واحده ضعيفه؟ لو انا التربه الضعيفه عندي ممتده 50 متر، هل اعمل تزوق لغايه 50 متر؟ لا. ليه لا؟ انا قلت لك معلومه من شويه ان تحمل التزوق بيعتمد على الفريكشن اللي ما بين التزوق والتربه الايه؟ المحيط. المحيط تمام؟ قدره تحمل التزوق حاجتين. هنقول البي باي هتاخدها السنه الجايه، حاجه اسمها بي فريكشن زائد بي بيرنج. يعني ايه بي فريكشن وبي بيرنج؟ الخازوق يقول لك ضغطه مثلا 100 طن، 60 طن فريكشن يعني 60 طن يقدر يشيلهم عن طريق الاحتكاك ما بين جسم الخازوق وجسم التربه الايه؟ المحيط. والبيرنج هي التحمل على انقطاع الخازوق. يبقى قدرة التحمل هنا في هنا اسمها كيو ايه؟ بيرنج. والفريكشن اللي هو ما بين جسم الخازوق وما بين التربة الايه؟ المحيط. طب لو انا تربة كيو بيرنج تربة ايه؟ قوية عشان تبقى ليها قيمة، لو تربة ضعيفة مالهاش ايه؟ مالهاش قيمة. يبقى انا في الحالة دي لما تبقى التربة ممتدة مسافة بعيدة يبقى انا هعتمد عليها شباب؟ فريكشن. الفريكشن ايه؟ قول لي. بقى في التصميم اشوف انا هحمل الخازوق ده الحمل اللي هينتقل للخازوق من الموجه قد ايه؟ مثلا 100 طن، اشوف انا هدرس الخازوق اللي قدره 50 سم بارتفاع كام يشيل لي 100 طن. فهمت القصه؟ يبقى انا مش لازم اوصل لتربه قويه، طالما التربه ضعيفه ايه؟ ممتازه. بس اتفقنا من شويه ان هو بيبس كام؟ 15 متر. 15 متر مش حاجه مش كتيره يعني. مش يا شباب؟ فهمتوا التكنيك نفسه ازاي؟ ما يسأل فيه؟ خلي بالك ده اكتر نظام شائع دلوقتي. خصوصا لما تكون بتتعامل مع تربه سوفت كير. وعندنا دلتا مليانه سوفت كير. فما تجيليش انت بتعمل محطه كهرباء. بتعمل حاجه ليها احمال عاليه. تيجي تقول انا عامل احلال، لا الاحلال مش هتفرق معاك خالص، الاحمال ديناميكيه عاليه. يعني لو حضرتك شغال في قطع الكهرباء وعندك قطع كله صفر كتير هتروح عامل 5 متر احلال لو مش هتفرق. تيجي تعمل النظام ده هيبقى ارخص بكتير. ارخص بكتير وعمل. مش شباب؟ ليه الاحلال؟ انا هشيل التربه 5 متر. ال 5 متر دي مش هرجع احطها على طبق صوت الطلعه 5 سم 30 30 جزء 5 بتاع 30 16 طبق.
يعني انت هتشيل 5 متر، 5 متر عايز تخلص النقط، مش هتشيل الحصان ده، يعني هتجيب عربيات وهتشيله وهتروح ترميه وتشوف بقى تاخد تصريح ترميهم فين. الحاجة التانية عايز تروح تجيب ماتيريال إحلال وترتبهم على 16 طبق، وكل طبق عايز ترشها مية وعايز تفكها، هتشتري كلمة رتميات عربيات تجيب وتودي. حاجة زي كده اللي هي سريعة رخيصة افكتيف. طيب طبعا لو كانت خلصانة نفس الايه؟ نفس الاسكو بس اتفقنا الخلصانة انا برفع علشان انزل الخلصانة ما ينفعش اشغل الايه؟ المايك. طيب نيجي لاخر حاجة عندنا في طرق التحسين ما قبل الدم الملغي. ما هو كان اعتقد ثلاث محاضرات من اللي بعد المتر او اللي بعد عشان عمليه دكتور الوزير ده بيفكر ازاي؟ بص احنا عندنا ثلاث اشخاص تانيين ممكن يكلم وعادة بيسموه مع الطبقة الطينية الناعمة مع صوت الإيد. إيه الآلة الطبية؟ أنا باجي بشيل قشرة من الأرض. بتعتمد على في التصميم برضه، أنا الحمل التالي بتاع المنشأ. المفروض إن أنا أقسم جزء من الطبقة كفاية على القش عشان أعرف أتسايد. المفروض ان الحمل ده يتوسع حتى توزيع الاحمال صح؟ يعني عددنا بيتوزع واحد الى اثنين ماشي يا شباب؟ طيب دلوقتي الطرق دي ضعيفه يبقى انا عايز اوصل الاحمال ليها ولا ما اوصلش احمال ليها؟ ما اوصلش احمال ليها ليه الطرق ضعيفه اوصل لها احمالها عشان فيها ايه؟ فانا هشوف مقدار الارتفاع ده من الطرق بحيث ان انا هاخد التربه دي اطلعها بره اللي هي سماكه الكاش وهضيفها في حاجه من ثلاثه لا اما اعملها عمليه ميكس مع اسمنت لا اما يعني التربه دي هطلعها هفرولها عشان لو فيها كلها هفرولها تمام هبتدي اضيف عليها اسمنت هبتدي اعيد عمليه الايه؟ اعملها عمليه ميكس بعد كده اخد التربه اللي عملناها ميكس دي ارجع افردها على ايه؟ طبقات زي ما هو الاحلال برضه بنفس الاسلوب بس هنا الطبقه بتبقى 20 سم ما زودش عن 20 سم في الاحلال بتبقى 30 ايه؟ سم لان بضيف على التربه اللي انا بطلعها اسمنت لا اما جير ده رخيص جدا لا اما ميكس ما بين حاجه اسمها فلاي اش فلاي اش ده اللي هو خلاص الكفران مصانع الحديد المفروض ان هي حاجه ببلاش عايزين يخلص منها فتروح على تشات كمصنع بتعمل تعبئه للفلاي اش اسمه خبز الافران ده بيبقى بودره تحت افران الحديد تمام ده ناتج حرق عمليه تصنيع الحديد طيب الميكس بتاعك نسبه قد ايه؟ بيقول لي بالنسبه للاسمنت بالنسبة للعملية يبقى 84% من الوزن بالنسبة للجير ده بنوصل لغاية 15% بالنسبة للفلاي اش ده اللاين بالنسبة للاين زي الفلاي اش بتاخد من اللاين في حدود 4% والفلاي اش في حدود 30% طبعا 30% اللي هي اساسا كمان مادة ايه؟ الأسرع فتعتبر عندي ايه؟ النسبة عالية عشان تحسن لكن كابوس هي ملهاش ايه؟ ملهاش سعر أو رخيصة جدا تمام يا شباب؟ طيب ايه تأثير خلال الكلام عن الأسمنت الأول؟ دي تعتبر
بقى ايه بنفسك. عارفين حاجه اسمها البيور كونفايرمنت تيم؟ خدنا في الصفحة أخذتوه أصبح لك أفضل أبحث خدنا في الصفحة معه سمية خدنا في السوري سنة الفترة أخذنا السوري ليه؟ دي مرة لكن هو معرفة كيوان كونفايرمنت ده الأساس بتاعي في تلات
نقاط مهمة جدا بيعمل. أول حاجة بيقلل لي الليكو نيم. كل ما الليكو نيم تبقى عالي بقى في عندك مشاكل في الغرفة صح؟ أو بيقلل لي الغرفة بتطول. الغرفة بتتحول من صوت الغرفة. البلاستيك نيم بيزيد. طب البلاستيك نيم بيزيد والليكو نيم بيقل. الناتج البي اي يحصل له ايه؟ جي بي اي ليكويد ليميت ماينس بلاستيك ليميت. طب الليكويد ليميت بيقل والبلاستيك ليميت بيزيد ده ماينس ده يبقى البي اي بيحصل له ايه؟ بيقل جامد قوي. بيقل جامد قوي. اي تربه البي اي بتاعتها تحت السبعه تعال معاهم في المقابله. التحميله تبقى تربه ايه؟ تربه جيده. الشباب لو لينا نصيب المفروض يبقى في محاضرتين بعد العلم. المحاضرتين دول عليكم دول مسح الدوافع. مسح الدوافع. شوية مش هنحرق. عشان بعد العلم شوية. طيب.